في الإذاعة والتلفزيون الإماراتي في تلفزيون دبي. معايا المنشد والقارئ أحمد السيد. أهلا بك يا شيخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. الله يعني يبارك فيك حبيبي. أنت طبعا تم اعتمادك دلوقتي خلاص كمقرئ ومنشد في الإذاعة والتلفزيون بدبي، ونتمنى كمان يتم اعتمادك هنا في الإذاعة المصرية. كلمني عن الأجواء بقى وشعورك وأنت بتحصل على المركز الأول مكرر، اتفضل. طبعا يعني أولا كان نفسي ويعني أمنية حياتي إن أنا طبعا أحصل على حاجة زي كده يعني في بلدي، تكون اولى يكون نعم. اولى بالموضوع ده بلدي. لكن يعني الحمد لله رب العالمين، القرآن في كل مكان يعني نتشرف به. اشترك يعني انت عندك مسابقات بتقام هنا في مصر، يبقى اشترك فيها. والله ايوه ان شاء الله ان شاء الله. انت يعني بس يعني انت صادف الموضوع، صادف ان انا اصلا عايش في الامارات. انت عايش في الامارات؟ أعلنوا أعلنوا عن المسابقة واشتركت فيها، وسبحان الله ما كنتش متوقع يعني الفوز، أو ما كنتش متوقع اللي هيحصل ده كله. والحمد لله كله بتوفيق ربنا يعني. نعم. عموما أنا ببارك لك وببارك للشعب المصري. أنا عارف أن أنت كده حصولك على مبلغ مالي كبير، وأنا زي ما وعدتك مش هقول الرقم، وأيضا حصولك على صفة رسمية، بقيت خلاص قارئ ومنشد في الإذاعة والتلفزيون بدبي، وكمان في شريط نمى العلمي، في ألبوم قريبا سوف يتم طرحه في الأسواق ليك. ايوه ان شاء الله بعمل البوم انشاد ديني بلون جديد بستايل جديد مختلف، هيكون يعني مفاجاه للعالم كله. مش حلو مش حلو منشد بشكل يعني. جديد ولون جديد يعني برضو مواكب مع 2018. بشكرك يا شيخ احمد السيد، وابقى سعيد جدا بيكون في نجاحات بشكل مستمر. برضو واحنا بنتكلم على نجاح مصري في مسابقه المرتل في دبي.